بسم الله الرحمن الرحيم. شبابنا الغالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي إلى الموضوع الرابع البارشل ديفرنشال اللي هو نقاط الانقلاب والكبرى والصغرى المحلية. طبعا هذا ما أخذي أنتو أعتقد بداياته بالأعدادية راح ينطيك F of X Y، فاللي راح تسويه هو أنه تشتق مرتين للF للX، مرتين للY، مرة للF F X Y. راح تطلع الD أو حتى بدون الD، هو فد معامل تقول F X X F Y Y ناقص F X Y سكوير، هذا هو يسمونه الD. إذا طلع سالب أصغر من صفر، هاي لا تدوخ نفسك، هاي عبارة عن سدل بوينت تهت زين. إذا طلع على F X X F Y Y ناقص F X Y سكوير أكبر من صفر موجب، راح يصير عندي احتمالين. الاحتمال الأول إنه ال F X X سالب، هاي هم قول ماكسيمم بوينت. وإذا طلع الثاني ال F X X، ال F X X موجب، فهنا إيش راح يصير؟ راح يصير عندي مينيمم بوينت. فثلاث شغلات، اولا تعتمد على اليمن على الدي، هذا اللي هو هذا منا لهنا احنا شو نسميه دي، او حتى لا تسميه، اشتق مرتين لاكس مرتين للواي، اضربها اطرحها من اف اكس واي سكوير، اذا الناتج اقل من صفر صدر بوينت، اكبر من صفر ارجع على الاف اكس اكس سالب، هاي ماكسيمم موجب، هاي مينيمم انتهت زين. نجي هسه النقاط احنا شلون راح نطلعها، نقاط الانقلاب. ها هذا الاف اوف اكس اكس واي اللي راح يجيك تشتقه حتى تطلع النقاط الاختبار، تروح تشتق الاكس وتساوي المن للصفر، وتروح تشتق الواي وتساوي المن للصفر. من معادلة واحد واثنين لازم تحصل علاقة بين اكس واي، وراح تطلع نقطة او نقاط تقاطع اللي يريد الاختبار بيها، ترجع على الكراتيريا اللي أخذناها وتطبق النقاط، راح تشوف أنه هاي النقطة كبرى أو صغرى أو هي نقطة انقلاب. إن شاء الله نفهم هذا الموضوع أكثر بأول مثال.